بسم الله الرحمن الرحيم. You know guys, before I start, I thought that taking the stage after distinguished speakers is something very hard. But you know, after this amount of energy, inspiration, and enthusiasm, I'm more ready to address my speech, which will be in Arabic, of course, because I think that Arabic language is and will always be the closest language to the heart of Qatari youth. قبل ما أبدأ قاعد أتكلم لكم عن التطوع، خل أبدأ لكم بالأسباب اللي توضح ليش مفروض ما أتكلم عن التطوع. أول سبب في هالأسباب طبعاً قاعد أغش، الإنسان بطبيعته هو كائن متطوع، فطرة الإنسان نفسها فطرة تطوعية، درينا ولا ما درينا، شئنا أم أبينا، ترى أنتم كلكم هني في القاعة، حتى خالد بوجسوم واللي يتكلموا قبل والمتطوعين اللي ورا واللي قاعدين، ترى كلكم متطوعين. لأنكم جيتوا هني أنتم متطوعين، ليه تقومون الصبح تروحون الجامعة أنتم متطوعين، فالتطوع شيء عادي. ليه قالوا لي تعال تكلم عن التطوع توحكت، قلت شلون أتكلم عن التطوع حق ناس متطوعين؟ فهيا خذني حق السبب الثاني اللي أنا بشرح لكم عنه. ترى ملل إني أوقف أتكلم لكم عن التطوع، يعني أنتم متخيلين إن هاي عندكم هني وأقعد أقول لكم إخواني إن التطوع هو أن تذهب وتقوم وتفزع، أحس إنه شوي يعني هاي العادة في التطوع. والحلو في التطوع إنه ما نقدر نحصر مفهوم التطوع بالتعريف اللي محمد الهاشمي بيعطيكم إياه، لأن كل واحد فيكم له تجربة خاصة بالتطوع، فما يصير أي قاعد عندكم أقول لا بس هاي التطوع. الشيء الأخير، إحنا عرب، وإحنا كعرب معروفين إن إحنا هالشهامة وهالفزعة، والفزعة هذه هي نفسها ترى نوع من التطوع. يعني يوم يدي ويدكم قرروا مثلا يحفرون لهم بير عشان يشربون ماء، ترى هاي كلها تطوع. والشيء الأهم من هاي إن الدوافع لنا هني كلنا إحنا مسلمين، وديننا انبنى بالتطوع. ديننا مثلاً لين واحد قال أنا بكون أول واحد يأذن، واحد قال أنا بروح أعتق هالرقبة، واحد قال أنا بروح أقرأ قرآن في قريش أيام الجاهلية. فهالأشياء كلها مبنية على التطوع، اللي راح هاجر وسوى ونشر دعوة الإسلام، كل هالأشياء أشياء سامية انبنت على التطوع. قبل ما نبدأ هني أنا وعمار وعبد الله كنا قاعد نسولف طبعاً قصة وعلينا خلونني وايد من وهل زين، وكنا نتكلم عن تويتر أو تغريدة غردها عمار في تويتر، يقول أنه كان يعني يسأل المعنى أنه ليش الناس ما يربطون الحزام، ليش الشارع أنه من كل 8 أتوقع كان كاتب واحد بس اللي يربط حزام، فليش هالشيء مو بغلط، ليش إحنا ما نشوف هالشيء غلط؟ يمكن الجواب بتعرفون هالجواب لين انا اخلص ان شاء الله، لان مثل ما قلت انتم كل واحد فيكم له قصته مع التطوع سواء يدري ولا ما يدري، بس قصتي يمكن شوي اللي يميزها او تختلف، ما تتميز هي تختلف، بانها مبنيه على موروث ثقافي وموروث اجتماعي موجود عندنا. قصتي مع التطوع بدات كنت عادي اتطوع، اروح اشوف ناس يقعدون يسوون مشروع اقول يلا اوكي بروح معهم، أشوف مثلاً أيام الله يذكرهم بالخير شبكة الطلبة القطريين يقولون فيه والله بنسوي فعالية. بالنسبة لي ذيك ذاك الوقت كان التطوع إن مثلاً أروح أجيب، يقولون لي محمد روح مثلاً هالمطعم اللي بيسوي يعني يحط الأكل يجيب لنا كوتيشن منه إنزين، أو مثلاً يقولون لي محمد يعني أي شيء أي شيء تطوعي. بالنسبة لي كان التطوع إن أروح أسوي شيء وأرجع، يمكن بيعطوني شهادة وبستانس فيها وبحطها في السي في، هاي بالنسبة لي كان التطوع. بس أنا لا، تطوع ما يعني التطوع اللي مع الأيام قمت أفهم إنه لا ترى شيء حلو أسويه. ومتى الشيء كلياً تغير؟ يوم كنت مع هالثلاث أطفال. هالصورة اللي تشوفونها وراكم سنة 2008. سنة 2008 أنا كنت طالب في الجسر الأكاديمي. إنزين، وكنا يعني نسوي فعاليات ونفسي فعاليات مبنية على التطوع. يوم من الايام شافتني مديرة مدرسة عندنا في الوكرة، طبعا انا من الوكرة فبتسمعون وايد كلمات تي شعبية، لان احنا في الوكرة مثلا نحب نمسك مسابيح، نحب نشرب كرك، نحب نروح الميالس، نحب السوالف. فقلت لها قالت لي ايش رايك تي عندهم؟ شافتني اعزف جيتار، قالت لي ايش رايك تي؟ انك تعطيهم معلومات عامة ومثلا تسالف معاهم في حصص الرياضه، تناقش معاهم موضوع احنا نعطيك يعني النقاط وتعلمهم جيتار. ففي هالصوره في هاليوم كنت اعلمهم طالع البدر علينا ان يعزفونها بجيتاراتهم اللي شوي اصغر من هاي.
واحنا قاعدين طبعا انا متاكد خصوصا انتم الاولاد خصوصا انت خالد بجسوم متاكد ان كلنا واحنا صغار خصوصا الشباب كنا نسوي حركه تعرفون شباب يوم الواحد تيجي يمشي ويسوي نفسه سياره ويقعد يحفص ايه هالحركه كنا نسويها واحنا صغار انزين انا كنت في المدرسه اللي هي مدرسه سعود بن عبد الرحمن قاعد مع هالثلاثه هالثلاثه هم الثلاثه الاوائل على المدرسه وفي نفس اليوم هاي الطرفي كانوا معطينا شيكل هديه فيا طالب كنا في المسرح فيا طالب سوى نفسه سياره وقام يحفص قدامهم فانا استغربت قلت خلني اساله بشوف يعني شو السالفه سالت يعني هالثلاثه قلت لهم شباب ليش هاي قاعد يحفص قالوا لي لانه فله قلت له شلون يعني فله واحد منهم اللي على الطرف اللي على اليسار قال لانه مقلوع قلت صبر 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 الحين انت تقول لي هاي قاعد يسوي تي عشان مقلوع المشكله الشيء اللي اثر فيني انه قبل هالقصه بكم اسبوع واحد من اهلي واحد من اعز ربعي مات بحادث سياره اللي هو ناصر الرئيس واتوقع انتم شفتوا الفيديو ماله يمكن في يوتيوب فهالشيء اثر فيني قلت هالثلاثه الاوائل اللي هم مستقبل قطر اللي هم بنشوف فيهم ان شاء الله اشياء يعني تطلع بالنسبه لهم هاي الشيء اللي فله هاي هي القلاعه صدق هاي القلاعه اللي احنا اللي ما يعرف شنو القلاعه طبعا اكوردنج تو اور وكراوي ديكشنري القلاعه انك تقلع الخوف من قلبك خلاص تصير فله تصير قوي تسوي اي شيء فاستغربت وقلت ليش هالقلاعه تي بالنسبه لهم فمن ذاك اليوم قلت انا لازم اغير هالشيء من القلاعه لازم ما تصير يعني من جانب سلبي يمكن تستغربون تقولون ايش فيها الوكراوي جاي قاعد عندنا قاعد يقول لنا شنو القلاعه لا 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 لازم ناخذ القلاعه يعني بجديه شوي انتم تعرفون ان 70% من الشباب القطريين اللي يموتون بسبب حادث يعني من 100 شخص من كل 100 شخص يموت من الشباب 70 منهم يموتون بسبب حادث سياره هال 70 واحد منهم لازم يكون عمار اللي يبدع في المجال ماله واحد الثاني يكون خالد بجسوم يكون مخترع الثالث يكون دكتور عمر الرابع يكون دكتور فرحان الخامس يكون شاعر مثل اخونا حمد اللي بتحفنا بعد شوي فلازم ناخذها بشيء يعني بجديه شوي فمن ذيك الفتره انا حطيت في يعني في مخي قلت خلاص لازم اصير مقلوع ايجابي شلون اصير مقلوع ايجابي تميت ادور بعدين قلت يا خان اتطوع والتطوع ما بي احد يسويه ليش ما قاعد اخدم نفسي واخدم المجتمع يعني صدق هذه هي القلاعه والدليل انه شيء صعب مو باي واحد بيسويها ف يعني استمريت بالتطوع والحمد لله رب العالمين الله وفقني فحطيت طاقتي بالمجال الصحيح ويعني قدرت افهم ان القلاعه صدق هي القلاعه اللي تكون مبنيه على الموروث الثقافي والثوابت الدينيه هذه هي القلاعه خيركم لاهله كذي قال الرسول صلى الله عليه وسلم خير الناس انفعهم للناس وحتى لو انتم تلاحظون السياده مثلا احنا بالنسبه لنا كل واحد يبي يصير يعني ياخذ منصب ايش قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال سيد القوم خادمهم اللي يخدم اللي يقدم عمل تطوعي اللي يسوي اللي يبدع زين فالحمد لله رب العالمين الله وفقني وقدرت اني امثل اولا بديت اسوي نوادي بديت نتطوع اللي بيسوي فيلم حق مركز اللي بيسوي فيلم حق يعني مبادره بديت اتطوع في الانشطه الشبابيه بديت اتطوع في اي شيء لان مو لاني انا بالشهاده اللي بحطها بعدين وبقول حق العالم ترى انا تطوع شوفوا شهاده لا 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 ترى الشهاده بتنكتب في السي في بعدين خلاص بتتم في الكبت ما حد بيدري عنها صراحه بس انا ليش فخور بهالشيء لان انا اللي قاعد اسوي اتذكر ان انا سوبر مقلوع ان انا مقلوع ايجابي ان انا في شيء في قيم قاعد اسويها في مبادئ قاعد انجزها فيعني والحمد لله رب العالمين الله وفقني اني مثلت اللي كان لي الشرف اني امثل بلادي في مؤتمرات خارج قطر وداخل قطر في مؤتمرات يعني اثرت فيني وايد وانا الحين بتخرج هالسمستر صدقوني ما بالغ لما اقول لكم اني تعلمت من التطوع ومن هالمؤتمرات تقريبا 50% من الاشياء اللي انا اعرفها اليوم انتم ما تدرون قبل ما اجيكم هني كم واحد ناس ما اعرفهم يمكن التقيت وياهم في عمل تطوعي ما اعرف في تويتر اللي يرسلون لي وانت قدها والله يوفقك محمد هالكلام كله ترى من وين من التطوع صاروا يعرفوني فشكرا حق الثلاثه يعني اتمنى انا ما احل للاسف يعني منقطع معاهم بس اتمنى لو يوم بيشوفون هالفيديو يعرفون ان انا احترمهم وايد واتوقع ان احلى شيء انا تعلمته في حياتي مو بس اني تعلمته منهم لاني تعلمته من قلب طاهر من قلب طفل فصراحه ممكن تصفق لهم يعني
وانا فخور فيهم ومتاكد ان كل واحد فيهم بيكون مقلوع ايجابي. صدقني يعني قعدت فتره قصيره معاهم في المدرسه بس الحمد لله رب العالمين. اخر شيء ابي انهي بهالكلمه قطر. كلمه قطر حق كل واحد فينا لها معنى زين، وكلمه قطر ثلاث حروف قاف طاء راء. يمكن بالنسبه لي قطر شيء، وبالنسبه حق خالد بجسوم شيء بخدمه، بالنسبه حق اخوي الشاعر حمد اللي بيتحفنا بعد شوي هاي الشيء اللي انا احلى شيء اتغزل فيه وابدع وانا اتغزل فيه. كل واحد له معنى، بس اتمنى انكم تضيفون هالمعنى حق قطر. حرف القاف هو القلب اللي ينبض، الوزارات والمدارس، الجهد اللي قاعد يصير، المشاريع، هاي كلها قلب، يعني مو بقلب وقلوب، بالواقع قلوب تنبض زين. هاي حرف القاف. خلنا نترك شوي حرف الطاء ونروح حق حرف الراء. حرف الراء هي رؤية قطر الوطنية، كنت بطيح. رؤية قطر الوطنية اللي كلنا احنا نسعى لها واللي هو الهدف السامي اللي ان شاء الله يوم من الايام بنقدر نحققه في 2030. شفتوا القلب اللي ينبض اللي هناك والرؤية الوطنية؟ في شيء في النص، في شيء في النص هو اساس تحقيقه، حرف الطاء قطر هي الطاقات الشبابية، او في السياق اللي انا كنت اتكلم فيه طاقة قلاعية إيجابية بمفهوم أهل الوكرة. وأختم بهالجملة، إحنا نريد أن نكون، وهل فعلا نكون ما نريد؟ فكروا فيها. شكرا.